أوكي، إحنا المحاضرة السابقة ركزنا على شغلتين. الشغلة الأولى اللي هو إنه النظام الإنشائي يعني structural system، الشغلة الثانية why system will fail، يعني النظام الإنشائي من إيش مكون. حكينا إنه بده يكون مكون، إذا بدنا نسيطر عليه معناته بدنا نفصله، بدنا نجزئه، نعمل له differentiation. بمعنى بنعمل له differentiation بصير element زائد connection زائد restriction. وإذا بدنا نعرف شو سبب الفيلر، أحد أمرين اللي هي إما الاكشن أو اللي سميناهم forces بالاستاتيكس was not predicted well، يعني والله أنا مش مصمم للهزات الأرضية وأجت هزة أرضية وقع المبنى، فبالتالي هلأ شو سبب وقعة المبنى؟ مش الهزة الأرضية، سبب انهيار المبنى انه انا لما صممته ما كنت حاسب حساب انه بده يجي عنده هزة ارضية. هلا او المصمم قرر انه اللي راح تاخذوه بالكونكريت، قرر انه الباطون قوة الباطون للكمبريشن اللي انا راح استخدمها خليها تكون 40 ميجا باسكال، لكن للاسف البيت انبنى من بغض النظر ليش غش أو أي شيء كان، البيت انبنى من بطون قوته 20، فبالتالي إذا كان المصمم مصمم على أساس أنه 40 والبيت انبنى على أساس أنه البطون 20، هلأ شو سبب الانهيار؟ هو أنه الماتيريال كاباسيتي مش زي ما عمل المصمم إلها، يعني المصمم لما صمم صمم على 40. إذا هي شغلتين، الشغلة الأولى الأكشن was not predicted، يعني ما كان expected، والثانية الكباسيتي of the material used ما كانت صحيحة. طبعا الآن معظم الفيلرز بتصير نتيجة إنه الريسبونس للمبنى مو زي ما كنا متوقعين. مثال بسيط، لما نيجي نحط، لما تكون عندنا سلابة ونضل نزيد في الحمل، نزيد في الحمل، نزيد في الحمل، شو نتوقع يصير؟ يعني زيادة الحمل على السلابة شو نتوقع نشوف؟ بلاش يصير، شو بنشوف؟ يعني باكلينج دكتور، او اوكي بنشوف ديفورميشن. خلينا نحكي الان، هل انا لما بجيب انه في عندنا تشوه راح يكون كويس، انا جبت الان صممت السلابة على اساس انها تتحمل خليني احكي 2 طن، ماشي، انا جبت عليها ماكينة وزنها طن ونص، وزن الماكينة طن ونص، وحطيتها على السلابة، هي مصمم على أساس إنه تحمل 2 طن، هل في إشكالية؟ هل في مشكلة؟ لا طبعا لا. هلا لما أنا جبت الماكينة لما شغلتها ممكن وزنها يصير مع حركتها 2 طن وشوي، فراح يصير عندنا مشاكل. هلا لما شغلت الماكينة للأسف انكسرت السلابة. هلا الوزن الذاتي للماكينة هل زاد لما أنا شغلتها؟ لا، مع وزن حركتها دكتور، يعني وزن شو يعني وزن حركتها؟ شو يعني وزن حركتها؟ يعني لما اشتغلت أيوة زاد الوزن تبعها، صارت تعطي بحركة أكثر، إنه أكسيا طيب قوة أكبر. ماشي ماشي. هلا الماكينة اللي أنا جبتها عبارة عن ماكينة بتلف هوريزنتال، كيف يعني؟ يعني زي ساعتك، حط الساعة على الطاولة، حط الساعة على الطاولة والساعة بتلف، كويس؟ هل الساعة لما تلف باتجاه عمودي على وزنها،
هل بيأثر هذا على وزنها؟ يعني أنا جبت ساعة حطيتها على الميزان وكانت مش شغالة، شغلتها ورد حطيتها على الميزان، هل بتوقع حملها يزيد أو يقل؟ لا بتأثرش. دكتور ده بتعمل اكسلريشن بجوز يزيد. هلا ال يعني قضية الاكسلريشن بديش ادخل في الداينامكس، هذا في اخر الفصل بناخذ انترودكت عنه، بس القضية انه اذا انا كنت مصمم ستاتكس دكتور يمكن الفاونديشن نفسه مش مصممينه حتى يتحمل اشي دايناميك لود، يعني هذا اللي بدي احكي. انا كنت مصمم على اساس ستاتيك لود 2 طن، واجت عندي ماكينه طن ولما شغلتها ما زادش وزنها، لكن للاسف انكسرت ال اذا هذا عين اليقين، هذا شيء موجود. هلا لابد انه في اكشن هو اللي كسر وما كان محسوب حسابه. هلا طول واحنا بنشتغل ستاتكس ابروتش طبعا مش رح نكون سيف اذا الاكشن بده يصير داينامكس. بمعنى هل انا لما انا باجي بحلل، خليني احكي، حللت والله انا حللت هزات ارضيه، حللت هزات ارضيه ايش؟ والله حللت هزات ارضيه على اساس انه انا حولت الهزه الارضيه لستاتيك لود جانبي، هل انا بهذا التحليل في مأمن؟ اكيد لا، اكيد لا. صحيح. هلا انا اطلعت على الويند لود لقيته اسرع رياح، اسرع سرعه رياح في تاريخ المنطقه 160، فصممت على اساسها. شو يعني صممت على اساسها؟ حولت الرياح من دايناميك لستاتيك لود وحولتها ل قوة جانبية، صممت المنشأ، هل أنا في مأمن؟ لا مش في مأمن يا دكتور. كويس. إذن الآن الأصل في الموضوع إنه ليش بصير فيلر؟ إما الأكشن ما كانش محسوب حسابه أو الكاباسيتي فيها شوية غرور، يعني بغض النظر غرور نتيجة سرقة نتيجة لا، المهم إنه أنا كنت حاسب حساب إنه الماتيريال بتتحمل قوة شد أو ستريس كاباسيتي 40 ميجا باسكال، ولما أجت على الواقع ما تحملتش 20، صار فيها كولابس. إذا الآن مين المسؤول عن إنه يعمل بريدكشن كوركتلي للأكشن؟ يعني مين المسؤول عن إنه الأحمال هو اللي يجيب الأحمال؟ أنا مهندس. المصمم. أنا مصمم. المدني. فبالتالي أنا زي دائما بحكيها ومش غلط الرد نعيدها، إحنا وإحنا بنحل في أسئلة من يوم الميكانيكس لليوم والاستاتيكس إحنا معطيناك 90% من المشكلة، بمعنى إنه إحنا معطيك الجيومتري وبنعطيك الأكشنز كله بغض النظر شو هو وزنه ولا وزن جانبي ولا، وبنعطيك الدايركشن وبنعطيك الفيكتور وبنعطيك كل شيء ونقول لك حلل. بالتالي الاصل في الموضوع انه التحليل قضيه التحليل هي 10% فقط، يعني الاستاتكس والميكانكس وستركتشر 1 وستركتشر 2 هي 10% من البروبلم. ليش؟ لانه اذا انت اعطيتني لود بقيمه 5 وانا رسمت لك شير فورس وبني من الدياجرام على هذه القيمة، ولما رحت جوقت السكشن برضو على أساس هذا البني من دياجرام وعلى أساس هذا الشير فورس دياجرام. الآن إذا كان أنا عملت إكسبكتيشن غلط للخمسة، يعني أنا كنت 5 هي طلعت هي هذه الخمسة بتطلع النص فقط، بالتالي الآن شو ما حللت راح تكون على أساسنا 5، شو ما طلع معك ستريس على اساس انها 5. بالتالي خلينا ناكد انه المشكله الاولى في قضيه البريدكشن للاكشن. والله انا ما كنتش اتوقع. كيف يعني ما كنتش اتوقع؟ وليش جبت ولك في شو اسمه 60 في الفيرست ميد تيرم ولا في السكند ميد تيرم؟ ليش 60؟
والله ما كنتش متوقع الأسئلة. شو يعني ما كنتش متوقع الأسئلة؟ إيش يعني ما كنتش متوقع الأسئلة؟ ممكن الأسئلة أجت مش من الشرح. أوكي، الآن القضية إنه not expected، لكن بالأصل في أكشن ولا فيش؟ في أكشن. المفروض المصمم هو اللي يعرف الأكشن. وحكيت لكم قبل المرة قضية في 2014 لما أجت ثلج قوية ونزلت كل بركسات المنطقة الجنوبية بمعنى الخليل والمدن المجاورة كلها نزلت البركسات على أساس أنه بقول لك إحنا ما كنا مصممين على أنه بده يجي ثلج بهالكمية. هلا بغض النظر مين الغلط ومين الصح، الآن صار فيلر سببه أنه الـ expected actions ما كانتش مأخوذة بعين الاعتبار. الـ expected action المسؤول عنها المهندس المدني، والـ capacity للـ used material مسؤول عنها المنفذ. بمعنى أنا حكيت لكم أنه مين المفروض يكون في الموقع؟ مهندس موقع، اللي جاب الأول واللي جاب الطوش. ارتعيش حكيت أن الصوت كان واطي، اللي المفروض يكون في مهندس في الموقع، هل هو اللي جاب الأول؟ أنا بحكي ايديال. شو يعني جاب أول؟ مش أونلاين، يعني جاب أول بفهم أكثر من غيره. بيكون هو اللي المفروض يروح على الموقع، ولا هو المفروض يبقى في في الأوفيس يعمل ديزاين؟ جاب الأول يروح على الموقع. لازم يكون في جهتين يا دكتور. اختلفناش، بس أنا في عندي شركة بدهم اثنين، واحد مهندس موقع واحد مهندس ديزاين، مهندس مكتب. أنو اللي المفروض يروح على الموقع؟ اللي جاب الأول. لا، والتين مش نفس المستوى، والتين مش نفس المستوى، في واحد مستوى أحد أعلى من الثاني. أنو اللي لازم يروح على الموقع؟ اللي أعلى مستوى. أعلى مستوى. لا، هلا احنا على مستوى لازم يروح دكتور، لانه اذا اكتشف خلل في التصميم هو بيقدر يعدله على ارض الواقع. اما اذا هو صمم واعطى اللي مش شاطر ينفذ، في احتمال انه يرتكب خطا ويؤدي الى يعني قتل حياه ناس. مش احتمال، ما هو اذا الطبر راح على الموقع دشرنا من المكاتب كلهم. لانه الموقع زي ما اخذتوا انتم مثال بسيط جدا، اجى واحد ومش عارف اجى العامل ومش عارف يتعامل مع البطون، راح دار عليها مي، شو بتقول له؟ وقف على البطون مي. وقف. ما لا، ليش؟ بخرب من قوة البطون. نيه، معناته هذا الكلام اذا كان معروف عند المهندس، ومشاله إياها هذه مشكلة. طب وإذا كان المهندس أصلاً بيعرفش العلاقة بين المي والكونكريت، شو بصير؟ دوار شغل. وهذا الأونلاين، وهذا للأسف الأونلاين. على كل حال، الأصل اتفقنا الآن ليش السيستم بنهار. أحد أمرين، يا هذا يا هذا. كويس، خلينا نشوف الآن قضية اللي المفروض أنا قبل ما أدخل على الأناليسز شو أكون عارف. هذا في مثال بسيط، اللي هو مثال الطيارة. أنا دائما في الميكانيكس بعطي مثال غير هذا، بنسميه مثال حبل الغسيل. في حدا حبل هاي حبل stiff enough و strong enough. أيوة بالضبط، هاي حبل الغسيل، خليه لتحت. والأصل الآن إنه أنا عندي هذا الحبل الغسيل وعليه شوية أواعي، يعني زي هيك. يعني السؤال هل بفضل يكون حبل الغسيل الأحمر، ولا بفضل يكون خلينا نقول الأزرق، ولا بفضل يكون الأخضر؟ أخضر يعني الأصل الآن إنه هيك تقريبا، هيك هيك هيك، يعني بمعنى إنه
الغسيلات وين وصلوا؟ على الأرض. وصلوا على الأرض. لا أكيد. الأحمر. لا أكيد مش الأخضر. الأحمر ولا الأزرق. منيح. هلأ الأخضر لأنه الفانكشن لا الفانكشن لحبل الغسيل انتهى. فبالتالي أكيد مش الأخضر. بس الأخضر شو كانت كلهم الثلاث هذول كانوا زي الأزرق قبل ما حط عليهم اللود بعيد. كلهم الثلاث كانوا زي الأزرق قبل ما أحط عليهم اللود. فبالتالي لما أنا حطيت عليهم اللود الأزرق هاي الغسيل الأزرق ظل زي ما هو. يا دكتور في مثال واقعي وأحسن يعني اللي هو اللهم صل على النبي أسلاك الكهرباء اللي بين العواميد. بتكون معطينها مجال وبتكون الماتيريال أصلاً قوية. ليش؟ إنه بالصيف بيصير عندي تمدد وبالشتاء عندي انكماش. فإذا بالشتاء ما كان معي مجال وافي أو زي ما تقول stiff enough فراح يصير عندنا قطع وراح يصير عندنا مشاكل ممكن تقتل ناس. فعشان هيك هاي الفكرة أوضح إنه بالحياة العملية بدها تكون stiff وstrong enough. نيح ما عندنا مشكلة. هذا يعني ممكن يكون أقرب للكل إنه يفهم لأنه حبل اللي بتحكي عنه الأكشن مش واضح. الأكشن غير مرئي يعني. فهمت عليك إنه مش يعني مش زي الغسيل إنه أكشن مباشر. يعني هو التنتين هذاك عنده أكشن ثيرمال أكشن وهذا عنده أكشن جرافيتي. هل مين الأقرب لواحد شايفه؟ هذا لكن هذاك ما يعني ما بنفي انه هذاك كمان اكزامبل جود اكزامبل. اتفقنا من الميكانكس انه هلا انو اقوى واحد فيهم الاحمر الازرق. اقوى واحد الازرق. اقوى واحد الازرق. والله انتم عارفين لا ستاتكس ولا ميكانكس ولا اقوى ولا ازرق ولا 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 هلا الأصل إنه أنا لما بحدث عن قوة معناته strong أو strength. هلأ الثلاث لما أنا شلت عنهم الغسيل مش رجعوا الثلاث زي الأزرق. هم كانوا قبل الغسيل. أنا حكيت لكم قبل الغسيل كانوا كلهم بمستوى الأزرق. حطينا الغسيل على الأزرق ضل مكانه. حطينا على الأحمر صار في شوية deformation. حطينا على الأخضر صار في excessive deformation بحيث إنه الفانكشن اللي كان مطلوب من الستركتورال سيستم ما أداش الغرض. بالتالي الثلاث عندهم نفس القوة لكن طب شو وين نفس القوة؟ هل انقطعت الماتيريال عن بعض؟ هل الحبل الأخضر انقطع؟ لا. طب شو الدليل؟ شلت عنه بغض النظر شلت عنه رجع مكانه. فبالتالي هو لم يصل to the maximum capacity from strength point of view. إذن هو all of them are strong يعني كلهم كويس. هلأ المفهوم الآخر اللي هو الستيفنس. شو يعني ستيفنس؟ يعني أنا بدور على behavior الآن. ستيفنس معناها behavior. All of them they have the same action. كلهم الثلاث الأحمر والأزرق والأخضر they have the same action. يعني عليهم نفس الأكشن. التصرف لكل واحد اختلف. إذا التصرف اختلف وكلهم عليهم نفس الأكشن هذا بدنا نحوله لمفاهيم. المفهوم تبع شابتر 3 في الميكانيكس والماتيريال اللي هو شو كان؟ كان العلاقة ما بين الأكشن والبيهيفير. طبعا أنول اللي كان يحتاج لأكشن أكبر عشان يعمل نفس البيهيفير. الآن اللي حكيته تماما عكس اللي مرسوم. شو اللي مرسوم؟ For the same action عندنا different behavior. كويس؟ اللي مرسوم For the same action عندنا different behavior. هلأ أنا بدي أتساءل السؤال بمعكوس.
مين يحتاج اكشن اعلى عشان يعطيني نفس البيهيفير؟ الازرق ولا الاحمر ولا الاخضر؟ بعيد الازرق. مين يحتاج اكشن اعلى عشان يعطيني نفس البيهيفير؟ في واحد رأى الازرق. صحيح. اذا الازرق بدنا نحول هذا الكلام لشيء معين. حكينا في الميكانيكس انه قضيه ستيفنس، ستيف يعني هو يحتاج لاكشن اعلى عشان يعطيني نفس البيهافير. اذا انو اللي مور ستيف، الازرق ولا الاحمر ولا الاخضر؟ يعني الازرق اعلى ستيفنس، بعدين بيجي الاحمر، بعدين بيجي مين؟ الاخضر. هلا قضيه الديزاين، never ever design for yourself. ما تفكر انه انك احسن ديزاين هو اللي انت بتسويه لحالك. لا هلا، احسن ديزاين بتسويه لايش راح يستخدم الاستراكشر. بمعنى انه لو جينا سالنا مين احسن كبيهيفير، الان كبيهيفير للي بده ينشر الغسيل، مين افضل له، الازرق ولا الاحمر ولا الاخضر؟ هلا اذا كان بقول لا انا بدي الاحمر، كيف يعني الاحمر؟ يعني على الاقل يكون عندي مجال اني انا اسحب السلك لعندي اعلق، لكن بعد ما اعلق ما يوصلش الارض. هلا اذا هذا الكلام هو المطلوب، الاخضر هل هو stiff more than enough ولا stiff less than enough؟ الاخضر stiff less than enough، لانه طيب الاحمر medium، لا stiff enough. الازرق stiff more enough، more than enough. كويس. اذا انا الان ميزت ما بين ما يسمى strength وما يسمى stiffness. التنتين ما هم مش نفس، يعني مش نفس الشيء. يعني كل شيء ممكن يكون قوي، الأحمر والأزرق والأخضر قويات، لكن في اختلاف في قضية الاستفنس عن بعض. لأنه لكن أنا كديزاينر لازم أحقق ثلاث شروط. الشرط الأول سترينث، عرفنا شو هو. كيف كنا نحقق السترينث في الميكانيكس؟ أيوة دكتور، في مثلاً في الباطون بيعملوا إنه بيحطوا الباطون على شكل مربع أو أسطوانة، هيك بيحققوا الستريس. طيب غيره، زيدوا مساحة المقطع. غيره إنها تكون الكباسيتي أعلى من الستريس اللي موجود. أيوة إحنا هذا الكلام كلام ستة وستة اللي بتحكوا فيه، هذا 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 كلام قبل الميكانيكس. بس بعد ما انا اخذت ميكانيكس واخذت شابتر 1 وسميته ستريس، وشابتر 2 سميته سترين، وشابتر 3 سميته ستريس سترين ريليشن شيب، هذه حكايات ستي بطلناها. الان شو معناه سترونج؟ معناه انه الانترنال ستريس اقل من الكاباسيتي. شو معناه نوت سترونج انف؟ الانترنال ستريس اللي راح تكون في الماتيريال اعلى من اتس كاباسيتي. بالتالي الكلام لازم يكون واضح هيك. ستريس دان كاباسيتي، مشكوره داليا. على كل حال، اذا الان شو معنات ستيف انف؟ خلصنا سترينث، اخذناه وين؟ اخذنا السترينث في الميكانكس والماتيريال. شو معنات ستيف انف الان؟ انه سرش ديفورميشن، اقل الديفورميشن. هلا كلامك صحيح بس مش دقيق. يعني ايوه احكي لي، زي ما حكينا عن الدقه في قضيه السترينث، الاستفنس الى نفس الدقه، يعني نفس الكونسبت اللي هو internal stress دكتور بيكون اقل من strain. لا deformation اقل من capacity.
لا بده يكون مش كاباسيتي، مش كاباسيتي ايوه لود لود لا اكسبتابل. هلا هلا القضيه قضيه السترينث فيها رياضيات. كيف يعني؟ يعني انا بكون عارف انه البطون بتحمل 40، جيت حسبت الاسترس لكته 38، شو بجاوب؟ ات ويل فيل ولا لا؟ حسبت الحسابات 38 والكاباسيتي اللي له انا بعرفها 40، ات ويل فيل اور نوت؟ نوت. منيح منيح. هلا حساب بسيط، طلعت 8 طلعت 48 والكاباسيتي 40، شو اقول؟ اكيد بده يصير فعلا. خلاص انتهينا. اذا السترينث، السترينث ماتيماتيكال وايز واضح. هلا بنيجي للستيفنس. هلا الستيفنس عنده اكسبتابل، كلمه اكسبتابل ديفورميشن اور اكسبتابل ديسبيسمنت، بمعنى انه هلا انا اللي استخدموا الطيران وطاروا في الطياره وهو قاعد في الطياره الجناح شايفه بهز، يعني بيكون الجناح يهز. هلا هز شو معناها؟ معناته في ديسبيسمنت، في ديفورميشن، لكن هل هاي الديسبيسمنت والديفورميشن اكسبتابل ولا لا؟ اذا اكسبتابل بتاثرش على الفانكشن. بالضبط بالضبط. اذا اكسبتابل معناته ات از ستيف انف. هلا اذا الديفورميشن مش اكسبتابل بقبلهاش. مثال اللي بعطيه في نفس في الميكانكس شو كان؟ كان انا عندي هاي الازرق وفي كمان خلينا نقول الاخضر، الاثنين نفس الموديل. كيف يعني نفس الموديل؟ هاي هذا نفس الطول ونفس الطول، وهي انا هاي كان سليفر ومنطة. بالضبط. انا جيت وقفت هون ووقفت هون. هلا انا واقف على البلكونه، هذا الازرق بلكونه البيت، لكن الاخضر شو كان؟ كان رفاص المسبح اللي بدي اروح اسبح فيه. هل البيهيفير من الازرق متوقع منه يكون نفس بيهيفير الاخضر؟ لا طبعا لا. منيح. بده يكون استف ازيد. منيح. هلا البيهيفير بالنسبه الي والك الان، خلصنا كلمه بيهيفير، بدي احوله لشيء الان اكثر دقه في قضيه الاناليسز. البيهيفير معناها ديسبيسمنت وديفورميشن، مش هيك؟ هذا مش راح يحكي معي ولا يسب علي. هذا لما انا بوقف عليه بده ينحني، بده يصير عنده ديسبيسمنت، بده يصير عنده ديفورميشن. السؤال كميه الديفورميشن اللي للازرق هل راح تكون نفسها هي كميه الديفورميشن للاخضر؟ لا لا. هلا انا كم بدي اسمح لكميه ديفورميشن في الازرق؟ انا حاطط فنجان قهوه ومرك من تحت البلكونه ترك، يعني عمل شويه فايبريشن. هل بسمح للمصمم، هل المصمم راح يسمح لفنجان القهوه انه يهز؟ لا. وشو يهز يعني؟ بده مليمتر للشمال، مليمتر لليمين، مليمتر لفوق، يعني يعني المليمتر الديفورميشن المليمتر از نوت اكسبتابل لمين؟ للبلكونه. بروح على المسبح الان. هلا اذا المسبح ما نزلش لتحت من 30، الرفاص هذا من 30 لنص متر، ببطل رفاص. اذا ال1 مليمتر بالبلكونه واز نوت اكسبتابل، يعني لو كان الديفورميشن في الازرق 3 مليمتر وال1 مليمتر هي الاكسبتابل، شو بقول عنه؟ انه نوت اكسبتابل او انه راح يصير عندي فيلر. ماشي، بس شو بقول عنه؟ it is not stiff enough. It's not stiff enough. طيب هلا انسونا من 2 ملم الزياده، انا بدي انزل لتحت، المطلوب انه ينزل 30 سم ونزل 20، شو بقول عنه؟ stiff more than enough، صح؟ يعني الازرق 2 ملم deformation كانت انه هو ستيفلس ليس ذان انف، يعني مش راح اسمح ل 2 ملم، فعشان هيك لازم ازيد الستيفنس له. لكن الاخضر
بالرغم من انه مش 2 ملم لا 20 سنتي اعلى من الاول ب 10 مرات. وحكيت عنه ايش؟ انه stiff less than enough. بالتالي قضية الستيفنس تعتمد على مين؟ تعتمد على الاكسبتابل ديفورميشن نيدد. الاكسبتابل ديفورميشن نيدد بالنسبة ل ل ل للستركتشر يوز. الان نرجع للاكزامبل البسيط. هلا هيك فهمنا شو معنات strength, strong, شو معنات stiffness. هلا شو معنات stability؟ stability معناها الثبات. طب شو بتفرق عن strength وعن stiffness؟ هلا انا ما عندي مشكلة انه انا لما ابني العمارة كلها 10 طوابق انه العمود اللي موجود في الطابق الارضي نتيجة كل هذا الحمل اللي عليه هو بعد ما خلصت العمارة نزل 5 مليمتر. لكن هل الخمسة مليمتر اللي نزلهم ثبتوا ولا كل شوي بتغيروا؟ هلا اذا ثبتوا معناته ستيبل. اه بس ما في ديفورميشن، ما عنديش مشكله. ستابيليتي، ستابيليتي حتى لو كان عندي ديفورميشن، اذا الديفورميشن اللي موجود او الشكل اللي موجود الفورم اللي موجود حتى لو بعد الديفورميشن ثبت، هذا بنسميه ستيبل. هلا اذا ما ثبتش شو بنقول عنه؟ unstable او instable، يعني مش ثابت. فبالتالي اللي بيلزمني القوه او strength والstiffness والstability. نرجع لهذا الفرق بينهم. نرجع للمثال البسيط. يعني الان لو انا عندي هذه الطياره، من المفروض انه عندي ما يسمى stiff وstrength وstability، واجت كلمه ايش الان؟ لايت اللي هو الخفه. يعني انا الماتيريال اللي بدي راح استخدمها لهي الطياره من المفروض انها تكون، هل ممكن تكون كونكريت؟ لا طبعا. هل ممكن تكون حديد ولا الومنيوم؟ الومنيوم. هلا يعني قضيه السكيلتون، يعني خليني اقول الستركتشرال اليمنت والنون ستركتشرال اليمنت. يعني كيف يعني ستركتشرال اليمنت؟ يعني انا بالنسبه لي العمارات، هل الحجر اللي احنا شايفينه في بلادنا هل هو ناقل حمل ولا بس خليني اقول واجهات؟ يعني واجهات يعني نون ستركتشرال اليمنت. يعني هو كيف يعني نون ستركتشر؟ لو الحجر وقع كله هل تقع العماره؟ اذا معناته الحجر ستركتشرال اليمنت، اذا لا معناته الحجر نون ستراكشرال اليمنت. على كل حال هلا لو عندي انا بدل الطياره خلينا نقول دام اللي هو بدنا نحشر وراء المي، سد مائي، هل بهتم باللايتنس ولا الهيفي؟ يعني هل الدام ماتيريال دام بفضل تكون خفيفه ولا ثقيله؟ ثقيله اكيد. كويس. اذا هذا مش دائما كلمه لايت، يعني لا هي في 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 هذا الاكزامبل. الان نشوف هاي اني وحده فيهم، هل هي ستيف ولا سترينث ولا ستابيليتي؟ يعني لو صار شكل الطياره هيك بعد ما طارت، اول ما بتبادر لذهنك قضيه السترينث، يعني هل هذه ستيف انف؟ لا ستيفنس لا مش stiff enough. أيوة less than stiff. يعني stiff less than enough، صح؟ منيح. شو بدي أسوي؟ بغير الماتيريال. يا بغير الماتيريال يا بغير إشي تاني. شو اللي accessibility؟ شو جان؟ شو هو اللي بدي اغيره في الكروس سكشن؟ على كل حال احنا الشباتر الميكانكس والماتيريال
المفروض تعلمنا من شابتر واحد إنه إذا كانت الأكشن عبارة عن أكسيال، الأريا هي المقاومة. تعلمنا من شابتر 5 إذا كان الأكشن هو تورشن، شو المقاومة للتورشن؟ البولار مومنت أوف إنيرشيا. من شابتر 6 إذا كان الأكشن بيندينج، شو المقاومة له؟ المومنت أوف إنيرشيا. هذا بمعنى إنه أنا يا إما بغير الماتيريال يا إما بغير المومنت أوف إنيرشيا لمين؟ أنو اللي صار فيه انحناء؟ للأجنحة. هذا أنا بدي أغير المومنت أوف إنيرشيا لمين؟ للأجنحة. شو معنات تغيير المومنت أوف إنيرشيا أو زيادة المومنت أوف إنيرشيا؟ من الاستاتكس تمنعها من الدوران او ما بتتاثر من القوه اللي بتيجي عليها. ماشي، كيف بدي اعمل يعني هذا الكلام؟ ميل الاجنحه، الاجنحه بميل هين. لا، بدي احاول اوجد وين النقطه او مكان عشان امنع انها تتاثر، او مركز زي هيك. اسلام دكتور، اسلام ده صحيح. دم عقل، إذا مدار عقل ما شاء الله عنهم، مالك يا زلمة؟ إيه السماكة؟ هلا القضية، القضية كالتالي، إحنا لما بدنا نغير المومنت أوف إنيرشيا بدنا نكون فاهمين إنه أنا بدي ألعب بالماتيريال بحيث أبعد الماتيريال عن مركز الروتيشن، أبعد الماتيريال عن مركز الروتيشن. هذا فيزياء، الرياضيات لإله مومنت أوف إنيرشيا كرياضيات، لكن هو كفيزياء أنا بدي أحاول أبعد الماتيريال عن مركز الروتيشن. هلا ببعد الماتيريال عن مركز الروتيشن كيف؟ والله أنا ممكن هذا الجناح أعمله تراس. كيف يعني تراس؟ تراس يعني في ماتيريال فوق، مظبوط؟ يعني تراس مش شرط يكون تراس، ممكن يكون تراس مثلث، يعني بمعنى إنه أنا هذا مثلث هيو هيك وهيك وهيك. طبعاً هيك. أنا شو سويت الآن؟ وهذا في الواقع هو اللي موجود. أنا شو سويت الآن؟ وين مركز الروتيشن؟ معلش، مش هذا ترس له جناح الطيارة هاي. المركز الروتيشن هو حول الزد دايركشن، يعني هي لما لفت لفت حول ايش؟ حول الزد دايركشن. اذا بدي اسمي هذا اكس وبدي اسمي هذا واي، هي لفت حول ايش؟ حول هذا، صح؟ معنى ذلك الان احنا لما وزعنا، طب احنا بنوزع الماتيريال and keeping the form. شو يعني keeping the form؟ يعني الجناح لازم يضل جناح، يعني ما بزبط انه انا لما اعمل الجناح اغير شكله. على كل حال، الأصل فيها إنه يا بغير الماتيريال. شو الإشي اللي بدي أغيره في الماتيريال من ناحية رياضيات؟ الكلام اللي أخذناه في الميكانيكس، شو هي؟ الموديلاس أوف إلاستيسيتي. ليش؟ شو تعريفها الفيزيائي؟ ستريس على سترين. هذا رياضيات. هذا رياضيات. انا بدي التعريف الفيزيائي، شو حكينا عنها؟ الممانعه اللي بتديها الماتيريال او قدره تحملها لما تتعرض للود. لا لحظه، صرنا نخربط. ممانعه، قدره تحمل. اعطيني بالضبط المعنى الفيزيائي لايه. مش احنا حكينا قبل شوي action needed to create one unit behavior؟ بمعنى اذا اليونت behavior هو الكيرفتشر اللي عندي هان، معناته انا بدي ازيد الاي بحيث
انه هذه اليونت بيهيفير عشان تصير بلزمني اكشن عالي، اذا مش راح تصير. بالتالي لما انا بزيد الاي، يعني لما بغير من الومنيوم لستيل بنفس السكشن، هو السكشن، يعني الفورم تبع السكشن هو شو اللي غيرته انا؟ غيرت الاي صح؟ شو يعني غيرت الاي؟ عشان يصير نفس البيهيفير بده يكون عندي اكشن 5 اضعافه. طب اذا الاكشن ثابت شو اللي راح يتغير الان؟ البيهيفير راح يكون بدل نفسه يقل 5 مرات. فبالتالي هي القضيه انه انا البيهيفير هذا بديش اياه، معناته بدي اقلله. اذا بدك تقلله بدك تزيد مين؟ بدك تزيد المقاومه. المقاومه تبعت مين؟ يا اما الماتيريال يوزد يا اما السكشن يوزد، يا اما الماتيريال يوزد يا اما السكشن يوزد. السكشن يوزد مومنت اوف انيرشا، الماتيريال يوزد اي. هلا هذا الكلام لما كنا نعمل هيك دي ثيتا او دي، خلينا نحكي ثيتا، شو يساوي؟ شابتر 6 ميكانكس، ايوه، ام اوفر مومنت اي اي. هلا ثيتا شو هي؟ البيهيفير. ام شو هي؟ الاكشن. طيب والاي شو هي؟ مقاومه الماتيريال. صحيح. والاي شو هو؟ مقاومه السكشن. اذا انا البيهيفير يعتمد على مين؟ يعتمد على الاكشن والايش؟ والمقاومات. هلا في شابتر 5 شو كان؟ شابتر 5 مش كانت فاي؟ شو تساوي؟ مش تورشن؟ اكشن على ايش؟ ايوه على جي او جي في جي، جي في جي او جي في جي، مش مشكله. التي شو هي؟ الاكشن. والجي شو هي؟ مقاومة سكشن. والجي شو هي؟ مقاومة ماتيريال. طيب لما كان اكسيال دلتا ال بي في اي شو كانت تساوي؟ بي، ايوه، هذا الاكشن على ايش؟ اي اي. ليش الاي؟ مقاومة سكشن. وليش الاي؟ مقاومة ماتيريال. اذا ما عندي مشكله في قضيه البيهيفير وايش وال 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 والاكشن والريزيستنس. بمعنى انه انا بديش الطياره تصير هيك. وين المقاومات؟ هل المقاومات هي بي اي و اي؟ طبعا لا. هل المقاومات جي و جي؟ لا، لانه الاكشن اللي عندي هل هو كيرفيتشر ولا تويست ولا شورتنينج؟ كيرفيتشر صح، يعني في انحناء، ما هواش تويست، ما هواش لي، ولا هو كل الجناح قصر او طال. فبالتالي اذا هو انحناء معناته هو ديو تو بيندينج، اذا كانت البيندينج هي الاكشن والاكشن ثابت. اجى من وين؟ اجى من الرياح. اوكي، اذا الاكشن ثابت، اذا انا اذا بدي اقلل دلتا ثيتا شو بدي ازيد؟ بدي ازيد المقاومات، يا اما مقاومه السكشن يا اما مقاومه الماتيريال. فبالتالي اما في هذه الحاله بزيد الاي او بزيد الاي، بمعنى انه برتب ترتيب اخر للسكشنز او للماتيريال على اساس تكون المومنت اوف انيرشا عندها اعلى. على كل حال الاصل الان انه هذا، ما احنا عارفين انه قضيه الاستفنس، فبالتالي واضح انه not stiff enough. اذا needs bigger mean اي، اذا انا الفورم مش قادر اغيره، اذا مش قادر اغير الفورم معناته بدي اغير الاي. طيب الثالثه، الصوره الثالثه، strength ولا stability ولا stiffness؟ stability لانه ما رجعت زي ما كانت. اوكي، اذا الاصل شو بتختلف عن اللي امامها؟
الاكشن اعطاني نفس البيهيفير ايفريوير، فظلت عندي سيمتري، لكن اللي تحت واضح انه ما هياش ستيفنس بروبلم، هي ستابيليتي بروبلم. اذا ستابيليتي بروبلم معناته it is not stable enough. هذا الكلام بدي اغير شيء، بديش ادخل في مجال الداينامكس بشيء اخر. لا، هذا شو strength ولا stability ولا stiffness؟ strength. هلا شو السبب؟ وين الماتيريال فصلت عن بعضها؟ هذا اللي المفروض اخذناه وين؟ من الميكانيكس. هلا متى شو معنات ماكسيمم بي؟ هذا اللي رحنا احنا وياكم عملنا في على سيخ الحديد قضية التست، ظلينا شايفين انه الحديد بنشد مش والماتيريال ما انفصلتش عن بعض، لكن في اخر التجربة شو صار في الماتيريال؟ انفصلت عن بعض. بالضبط، انفصلت عن بعض معناته it's a matter of strength. معناته هذا بدك تزيد الكاباسيتي للماتيريال. هذا شو؟ هذا واضح انه it is too heavy، بمعنى انه يعني الطائرة كيف بدها تطير. طبعا هذا الكلام ايرونيك، هذا الكلام بسيط، لكن لو بدي اغيره هذا لا لبناية، واضح انه البناية لازم تكون ستيف وسترينث وستيبل. قضية الستابيليتي في البنايات شو بنعمل لها؟ قضية الريستريكشن اللي هم القواعد او الاساسات، على اساس نتأكد انه مش راح يصير فيها تيرنينج ولا في نفس الوقت يصير فيها ترانسليشن. والستابيليتي من ناحية actions dynamic action، يعني لما تيجي الهواء، لما يجي الرياح، مش تصير البناية تلعب. إذا صارت تلعب معناته is it stable؟ إذا البناية تحركت due to wind load، هل هي stable؟ أكيد لا. كويس. بعدها لما نيجي نقول والله مثلا أنا عندي ال live load كبير، أو صار عندي يعني أنا محتاج سبان أعلى. هلا سبان أعلى وبدي أستخدم نفس الماتيريال وبدي أستخدم نفس الكروس سيكشن، شو بده يصير؟ مثلا سلابة 10 سنتي وأنا بدي بالعشرة سنتي هدول شو أعمل؟ أعمل 20 متر في 20 متر. شو أول شيء راح يصير للسلابة؟ ديفليكشن. منيح. إذا أنا المطلوب مني الآن يا بغير الباطون يا إما شو بعمل؟ أغير الكروس سيكشن. شو هو؟ أيوة، شو هو الكروس سيكشن تغيره للسلابة؟ 10 سنت تخليهم أكثر. كبر السماكة. أيوة. ليش؟ لأنه المومنت أوف إنيرشيا يعتمد على الأتش. مش أخذنا بشي كيوب على 12، مش أخذنا المومنت أوف إنيرشيا للمستطيل أو للمربع هو بي أتش كيوب على 12. بالتالي إذا أنا بدي أزيد ال تسع أضعاف، إذا بدي أزيد أنا تسع أضعاف شغلة، شو بعملها؟ بعملها كيوب. مزبوط. على كل حال إذا واضحة. طيب قضية الاستابيليتي في البيوت مرات بتيجي عن طريق إنه أنا لما جيت فكيت الطبار طلعت لقيت أصلاً واحد لاعب في الطبار، وفي الطبار الكونكريت، وهي كل شيء ممتاز، لكن لما لعبوا في الطبار احد الزوايا او احد الكولوم او احد السلابات كان مش مستوي دائم، هذا بكون مش ستيبل. ليش مش ستيبل؟ لاني انا لما صممت كل العماره ما اخذت هذا بعين الاعتبار. انا اذا كان في الكونستراكشن صار في عندي خطا ما بقدر اتجاهله، بدي ارجع للمكتب اقول له صار عندي ميلان في هاي 2 سنتي، شو أسوي؟ أكمل ولا لا؟ لنفرض أنه أنا عملت طابق الأول والثاني والثالث، هي 6 طابق. لما عملت الطابق الثالث لسبب معين الكولوم ما أجا عمودي، في أحد الكولومز أجا مايل من فوق عن تحت بفرق 2 سنتي، أكمل ولا أنا بدي أعمل تشيك هل هذا الكلام راح يبقى ستيبل ولا لا؟ يعني هل 2 سنتي هدول لو كان فيش 2 سنتي المفروض يبقى ستيبل لانه عليه اكسيال، واذا بده يكسر مش راح يكسر، المهم انه ما يقلبش. لكن لو كان مايل العمود واجى عليه حمل اكسيال بقلب ولا بقلبش؟ بقلب.
بمعنى انه انا يعني هذا عمود وانا عمود ثاني في التنفيذ، مش في التنفيذ راحوا منفذينه هيك ماشي. يعني السؤال لما كان عندي انا هذا الفورس هيك لما كان عندي هذا الفورس تقريبا عمودي وهذا الفورس عمودي الآن، شو مشكلة الكولوم رقم اثنين؟ هذا واحد وهذا اثنين في على مومنت. أيوة، هل هذا كان محسوب حسابه؟ ولا هلا إذا كان محسوب حسابه بترجع بتقول له أوكي كونتينيو، أنه اللي بيقول له أوكي اللي في المو اللي في اللي صمم. هلا إذا ما كانش محسوب حسابه مشكلة. على كل حال إذا الأصل الآن إنه بالنسبة لنا ثلاث شغلات بدنا نخوض فيها بشكل كبير في structure 2: strength, stability, stiffness، وبالذات structure 2 أكثر شيء رح نحكي عنه اللي هو الستيفنس. أكثر شيء رح نحكي عنه الستيفنس. سؤال عشان بس هيك إن يكون واقعي في قضية الستيفنس. هلا هذا جسر وهون في عندي، خليني أحكي هذا الكلام، وهون في عندي هذا الكلام، بمعنى أنه simply supported ماشي، simply supported beam، وحطيت أنا في الوسط هون force. هلا السبورت اللي على الشمال والسبورت اللي على اليمين كم بوخذوا حمل؟ نص بنص. نص بنص، كويس. هلا أنا جيت عملت كالتالي، يعني لو أنا نقلت الحمل، لو نقلت الحمل في مكان آخر هذا راح نجي له الحكي، لكن لو غيرته هيك أنو اللي بزيد، أنو اللي بزيد الرياكشن اللي هو أنو اللي بقل؟ شمال بزيد العشمال منيح، شمال بزيد منيح منيح منيح، ما عندنا مشكلة. الآن أنا جيت حطيت كنتليفر الآن، يعني هذا الكنتليفر هيك و هاي كنتليفر، وحطيت في نصه لود، وين اللود بروح؟ عشمال عشمال. هلا أنا منيح ممتاز. هلا أنا جيت حطيت هون هاي ال support، هاي support. الآن اللود وين راح يروح؟ ما زال اللود في نص بنص. هلا عادة اللود وين بروح؟ بروح على المور restriction، يعني انت كل ما حيروح على الفيكست اكثر، اروح على الفيكست اكثر، يعني مش راح يكون نص بنص. هلا السؤال هذا قضيه نص بنص راح يعتمد على ايش؟ بس اعطيكم مثال ابسط من هيك. يعني انا لو جيت حطيت هذا الاخضر اللي هون اللي هو تبع الكنتليفر، انا بدي افرضه خشبه ماشي. شو يعني خشبه؟ يعني الخشبه ممكن تكون هيك وممكن تكون هيك. يعني هاي الخشبة أنا علش حطتها واقفة أو نايمة، يعني 3D لو بدي أحط third dimension الخشبة، هاي الخشبة هاي third dimension لها، أو هيك طبعا هيك وهيك، هي نفس الخشبة نفس الخشبة. أنا الآن خشبة رقم واحد وخشبة رقم اثنين، هذه الخشبة وهي الخشبة هم الكنتليفر. أنا لما زلت بحكي عن مين؟ عن هذا الكنتليفر هيو، يعني أنا ما غيرتش شيء. هذا الكنتليفر اللي أنا حطيت له سبورت ماشي. هلأ رقم واحد
ورقم اثنين بالنسبة للإنديتيرمينت كيس اللي هون، هذا صار عندي إنديتيرمينت، رح نيجي لهذا الكلام. وبنعرف إنه الشمال رح يأخذ أكثر من اليمين كحمل كرياكشن. هلا هل لو أنا حطيت الخشبة باتجاه واحد أو باتجاه اثنين يبقى الرياكشن نفسه؟ طبعا اللي على الشمال أكثر من على اليمين، خلص انتهينا. لا بضلش زي ما هو، بكونش زي ما هو. الرياكشن ما بتأثر، بتأثر موت في انيرشيا. يعني بمعنى انه التو رياكشنز لهذا الجسم، لو حطيت واحد او حطيت باتجاه واحد او باتجاه اثنين بغض النظر عن القيم، احنا متفقين انه اللي على الشمال بياخذ اكثر من اللي على اليمين. هلا التو رياكشنز راح ياخذوا ايش؟ راح ياخذوا نفس الشيء. في حدا عنده اقتراح اخر؟ كيف يعني نفس الشيء؟ ما بحكي الشمال تساوي اليمين، لا لا، كقيمة، كقيمة اللي على الشمال خليه يأخذ خلي الفورس 100، خلي اللي على الشمال يأخذ 75. هل أنا لو غيرت، لو حطيت الخشبة بشكل رقم واحد أو بشكل اثنين رح تضل 75 ولا بتتغير؟ وين راحوا هم؟ ديفليكشن برقم واحد بيضل زي ما هي. هلا سؤالي، متى، خليني اجي اقول بدي اسمي هاي ايه وهذه بيه كويس. هلا سؤالي من شابتر 6 وين؟ في الميكانكس. هلا متى السبورت اللي عند بي بيشتغل؟ لما يكون في رياكشن دائما يكون شغال، بس يكون في ديفليكشن عالي. ايوه، لما 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 النقطه بي يصير فيها ديفليكشن لتحت الرياكشن بيشتغل. هلا سؤالي، كل ما كان الديفليكشن اعلى بيكون الرياكشن اعلى ولا اقل؟ بيكون اعلى الرياكشن. اعلى. وين بيكون الديفليكشن اعلى؟ اثنين. كيس رقم واحد ولا في الكيس رقم اثنين؟ اثنين. اذا معناته كل محور ستراكشر اثنين من هون لاخر الفصل بنحكي بالحكي. يعني الان عمر هالجيومتري في الديتيرمينت كيس ما كان لها دخل في شيء، بمعنى السيمبلي سبورتد اللي فوق هذا، هلا السيمبلي سبورتد بغض النظر هذا السيمبلي سبورتد بغض النظر انا حطيت الكيس رقم واحد ولا الكيس رقم اثنين، هل الرياكشن راح يتغير؟ لا، ضل زي ما هو. ليش؟ لانه ديتيرمينت. ايوه، اذا قضيه الديتيرمينت والانديتيرمينت لها معاني اخرى، اللي هي قضيه الديتيرمينت اي شكل، اي سكشن، اي بروبرتي اوف ذا سكشن، ما بتفرق معي لما انا بعمل اناليسز، وبتفرقش معي الديفليكشن لانه انا اصلا بدي احسب حساب انه هو ريجيد بودي اناليسز، لكن لما بروح للانديتيرمينت بدي افرض انه انا عندي ديفورمه بالبودي وحسب الديفورميشن ينتقل الحمل. اذا الان برجع لنفس السؤال، السبورت ايه بيكون عندها رياكشن اعلى، في كيس رقم واحد ولا في كيس رقم اثنين؟ واحد بالضبط. اذا الان هذا الكلام قبل ما نخوض في اي شيء رياضيات لازم البيسك كونسبت يكون معروف، لازم البيسك كونسبت يكون عندي الان. بمعنى، طب شو بدي في البيسك كونسبت؟ انا سؤالي هذا اعطيته للكمبيوتر، وانا اعطيت هذا الكمبيوتر 100 وهي 2 متر وهي 2 متر، معلش اساس يكون في الوسط، وهي 2 متر واعطيت الكمبيوتر هذا الكلام، وراح لما حطيت الماتيريال الخشب اعطاني رياكشن يختلف عن لما حطيتها حديد، ممكن؟ لا
ممكن اكيد اكيد. ليش؟ لانه الاصل الانديتيرمينت كيس اللي بيحددها الديفورميشن، وبما انه الديفورميشن قبل شوي حكينا يعتمد على تو ريزيستنس، الاولى سكشن والثانيه ماتيريال، اذا معنى ذلك هذا الكلام راح نكون لازم نكون فاهمينه قبل ما ندخل في اي شيء اخر. طيب الان خلينا نكمل على، اذا صار عندي مفهوم السترينث والاستابيليتي والاستفنس مفهوم. الان المفهوم المفروض انه فرقنا بينهم. سؤالي مين اللي اكثر استابيليتي واستفنس، واستفنس سوري وسترينث، الكولوم المتر في متر ولا الكولوم النص في نص متر في نص متر؟ متر في متر. ما في في يعني في شك. الان السؤال، طيب خلاص اذا انا بحتاج نص متر بحط متر في متر وخلاص، وين راحت الهندسه؟ الهندسه في كلمه انف، انك تكون متاكد انه قضيه السترينث والاستابيليتي والاستفنس عندهم كلمه انف. شو يعني انف؟ يعني عندك اعمل يوزج للماتيريال المطلوبه فقط. اذا بلزمك 4.16 بتروح انت بحاطط 6.16، مين اللي بيعملها هاي؟ مين اللي بيعملها؟ مش في التكاليف دكتور ماشي، بس مين اللي بيعملها؟ هل المهندس اللي بيعملها ولا الخايف؟ الخايف. طب ليش هو يخاف؟ معلش، لانه مش متاكد من شغله. يعني ليش مش متاكد من شغله؟ لانه كان مهمل. يعني بمعنى النولج اللي عنده، المعلومات اللي عنده، بغض النظر كيف نجح، المعلومات اللي عنده هالكد. طيب انا بسالك سؤال، هل بتقدر تروح على طبيب وانت عارف انه مستواه 60%؟ صحيح. طب ما انت جبت 60% من الميكانيكس، مش لك يعني الحكي، مش للي بيحكي معي، مش لإسلام يعني. طب ما انت جبت 60% في الميكانيكس، شو مستحيل؟ ما هي كل الناس بدهم يعطوك الـ انك تصمم لهم بيتهم، ولا فيش منه الحكي؟ صحيح. لا، اذا الاصل لو انا داخل على المادة وبدي أخذ المعلومات عنها عشان على الأقل خلي اللي بعطيني يعطيني غلط. يعني أنت لما بتأخذ ستينات وبتتخرج، بعد ما تتخرج طب ما أنت المستوى العلمي اللي عندك 60، مظبوط؟ طب إذا المستوى العلمي اللي عندك 60، كيف بدك يصير تكسب معاشك بنولج 60%؟ طبعا هذا هو السائد، انا بحكيش عنكم، هذا هو السائد، هذا اللي موجود. انت تخيل انه اللي بدرسك 60%، هذا وين بده يروح من رب العالمين كله تحت تراب؟ ترك الاسفل في النار الدكتور. يعني لما بيكون عندنا في الماده، خلينا نعطيها مثال حي، في الميكانكس شابتر 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 و8 و9 و11 و12 و13، طب لما اللي بدرسوكم بعطوكم مش لا 11 ولا 12 ولا 13، وين بدهم يروحوا؟ طيب خلينا، اذا قضيه الديزاين صح، ستيفنس صح، ستيبل صح، سترينث، لازم كلمه انف تكون موجوده عشان نبقى في حيز ما يسمى انجينيرينج. اوكي طيب، احنا ليش بدنا الاستراكشر؟ هل عرفنا متى ينهار النظام؟ طبعا بنحكي عن النظام الانشائي الان. طيب معناته انا بدي استراكشر، ليش بدي الاستراكشر؟ شو انا مطلوب مني في الاستراكشر؟ عشان نعرف ليش احنا بنرسم بيندنج مومنت دياجرام، ليش انا بغلب في حالي وبشتغل فيرتشوال وورك عشان انا اجيب الديسبيسمنت تبعت النقطه هاي. احنا بدنا منه يكون ستيبل وسترينث وستيف، مزبوط، وكلهم لازم يكونوا انف. سؤال، هلا احنا طول الوقت في الستاتيك شو كنا نعمل؟
كان في عندي ما يسمى free body diagram. شو هذا اللي في free body diagram؟ هو structural system. يعني البيم الجسر اللي بكتر رسمه وشيل السبورت وحط عليهم two vectors وقول عنهم reaction. هذا اللي سميته free body diagram. هذا اللي سميته free body diagram هو structural system. هو النظام الإنشائي. عليه action. response diagram. الresponse diagram اللي بندور عليه أنا وياك شو هو؟ الدياجرامز اللي هم شير فورس وبندنج مومنت واكسيال وديسبليسمنت. الديسبليسمنت عشان يحقق لي سيرفيسيبيليتي. شو يعني سيرفيسيبيليتي؟ يعني هل التصرف مقبول ولا لا. طب والسترينث اتفقنا عليه لازم الانترنال ستريسز تكون اقل من ايش؟ اقل من الكاباسيتي. اذا هذا اللي فوق اللي قدامي هذا اللي قدامي هو ستاتكس والميكانكس. يعني ملخص الستاتكس والميكانكس هذا اللي امامي. اللي امامي ستاتكس وميكانكس. الان حي مثال حي مباشر هاي في هولندا عباره عن ديفرنت خلينا نقول مش تراديشنال مش اللي بنطلع عليه او بنصممه. هلا هذا الاستراكشرال اللي موجود النظام الانشائي اللي موجود جوا هيو. لو انا شلت الواجهات بيطلع عندي هذا الكلام. انت شو شايف من بعيد؟ ايش؟ ليس فين شكلها مصممينها. بس شو شايف من بعيد انت كستركتشر نظام انشائي؟ هاي انا كاتب ستركتشرال موديل مكون من ايش؟ طلع عليه من بعيد مكون من ايش؟ بطون. والله كون البطون مكون من ممبرز. كل اللي انا شايفه خطوط ومشبكه مع بعض معناته كونكشنز. انا لحد الان براجع في ستراكتر واحد وايش وريستريكشن. اذا النظام الانشائي اللي عندي بغض النظر عن الكومبلكسيتي تبعته بغض النظر عن الماتيريال يوزد انا مقسمه لايش لعناصر رابطهم في بعض وعملت ريستريكشن. الريستريكشن از نيسيسري فور وات. احنا خدنا ثلاث كلمات سترينث stiffness stability restriction for what the stability the stability. ليش هلا احنا مش احنا متفقين ليش انا مانع الدخان هو الدخان ممنوع على اللي بدخن لكن ليش انا منعته في الصف حفاظا عن مين على باقي الطلاب كويس معناته انا عملت الريستريكشن عشان يبقى النظام التنفس في داخل الصف ستيبل. ستيبل يعني مقبول معقول. الان الممبرز اللي اخذناهم في الاستاتكس شو اخذنا انواع الممبرز في الاستاتكس انا شو كاتب انا فوق كاتب هذه هاي الكلمه هذه اهم كلمه موديل. انا لما بقول موديل يعني انا الي عين اليقين هو الشكل اللي قدامي أنا شو شايف برسم. بس الموديل اللي أخذناهم في الاستاتكس أول موديل أخذناه في الاستاتكس شو كان؟ تو فورس ممبر. قبله كيبل. مش أخذنا كيبل موديل؟ شو بتوحي لك كلمة كيبل؟ تنشن أو كومبريشن أو حرام عليه لا بس تنشن أونلي تنشن. اذا الموديل هو خط مستقيم. يعني هو خط مستقيم خط ومستقيم. عمرنا حطينا في الاستاتكس كيبل مايل وحليناه ولا كان خط مستقيم؟ انا بحكيش خط مستقيم يعني هوريزونتال افقي لا خط مستقيم. يعني هذا خط مستقيم هذا خط مستقيم هذا خط مستقيم. مش هذا اول سؤال حليناه في الاستاتكس واي فورس هاي فورس. هذا حليناه في الاستاتكس ولا لا؟ انا لما جيت عليه لما عملت هون فري بودي دياجرام شو كتبت هان؟ تنشن صح؟ تنشن اي واحد. طب هذا الكلام من وين اجى؟ هذا الكلام من وين اجى؟ من الموديل لهذا الخط اللي امامي. الخط اللي أمامي لا يمكن يكون فيه إلا تنشن. فأنا لما قصيت حطيت محله T1 لما قصيت 2 حطيت محله T2
فأصبح عندي موديل لفري بادي دياجرام. طيب هذا المنبر الأول. المنبر الثاني بعده شو أخذنا؟ واحد حكى تو فورس منبر، مزبوط؟ هلا تو فورس منبر شو معناه؟ أيوة في تنشن يعني أيوة مو تو فورس منبر هو ال بس هو سبيشال كيس، سبيشال كيس فروم تو فورس منبر. إذا كلمة التراس إليمنت هل بنحكي عن خط ولا كيرف؟ التراس المنبر، تراس منبر خط ولا كيرف؟ أنا بحكيش عن الشكل، بحكي عن المنبر نفسه. يعني هل هذا، هل هذا المنبر، هذا هذا العمودي هذا كيرف ولا خط؟ يعني لينير لي، وهذا وهذا لينير خط. اذا ما زلنا بنحكي عن خط. شو الانترنال فورس اكسبتابل اللي في اللي فيه؟ اكسيال فورس. يعني ايوه صحيح، يا اما كومبريشن يا اما تنشن. طيب انتقلنا ل صرنا نحل في هذول وهيك حلينا هذا الكلام وحطينا له فورس هون. هذا الموديل لايش؟ شو سميناه؟ بيم. اذا البيم شو في انترنال فورسز؟ اكسيال وشير. اكسيال وشير لا اكسيال ايش في؟ اكسيال شير لحاله، بس شير شير مومنت. ايوه شير اند بيندينج. ما طيب هلا لما نقلنا هذا الكلام وصار هذا هو، هاي هي الفورس، هاي هي الفورس، شو صار لازم يكون الموديل لهذا الخط؟ صار يصير فريم. ليش؟ لانه هذا الخط هذه اللود راح تعطيني اكسيال وشير وبندنج. اذا الاكسيال والشير والبندنج لازم اكون انا عامل الموديل اللي عندي على اساس انه ايش؟ انه فريم ممبر. اذا الممبرز اللي عندي، الممبرز اللي عندي اذا كانت 1 دي ممبر، شو يعني 1 دي ممبر؟ اذا كانت خطوط، اذا كان خط معنى ذلك هو اما كيبل او ترس او فريم. على الفريم ممكن التراس ممكن يكون 2 دي تراس او 3 دي تراس تفرقش، والفريم ممكن يكون 2 دي فريم او 3 دي فريم. هلا لو انا من بعيد قربت هل بشوف السلابه ولا لا؟ قربت على 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 المبنى، قربت على المبنى شو بشوف؟ بشوف سلابه. السلاب اللي عندي how many dimension needed to define السلابة، كم دايمنشن بحتاج عشان أنا أعرف السلابة؟ لو جيت قلت لك السلابة خمسة، لو قلت لك كيبل طوله خمسة كافي؟ خمسة متر كافي؟ كيبل كافي. طيب تراس، عندي تراس منبر طوله ثلاثة متر كافي؟ كدايمنشن to represent the element كافي برضو للترس. البيم يعني احنا لما رسمنا لا لا رسمنا بيندينج مومنت دياجرام وشير فورس دياجرام، شو طلب؟ شو اعطانا؟ هو اعطانا المسافه بين التو سبورتس، اعطاني قديش طوله وقديش عرضه؟ لا. اذا بلزمنيش. طيب هلا انا لما جيت للسلابه بقول لك هاي سلابه طولها 5 متر كافي ولا بدي عرضها لازم يكون كام؟ To analyze السلابة على أساس إنها ديتيرمينت بيلزمني الثيكنس. ولا بيلزمني كديش طولها وعرضها؟ على أساس ديتيرمينت بيلزمش. بيلزمني أكم دايمينشن للسلابة؟ ثلاثة بيلزم، طول عرض وسم. احنا عاده في الموديلنج
لو بدي أعمل موديل للورقة، ورقة الكتاب اللي معي، أقول لك أرسم لي الورقة، كيف ترسمها؟ ترسمها 3D ولا 2 dimension تعطيها؟ 2 dimension. إذن الآن هل سماكة السلابة compared مع طولها وعرضها كان بي neglected ولا لا؟ neglected. إذن أنا الآن كموديل للسلابة هل هو 1D ولا 2D element؟ بحكيش عن الاناليسز، ما بحكي عن اكس واي. 2D. اذا هو 2D element. هلا انا لما بدي اجي لقلم، قلم الرصاص اللي بنكتب فيه، بغض النظر شو بدي اعمل، بدي اقول لك اعمل له موديل قلم الرصاص 10 سنتي و3 مليمتر قطره، شو بترسم على على الورقه كموديل؟ خط 10 سنتي. منيح. هلا انا نفس القلم جيت حكيت لك والله صار طوله 4 مليمتر والقطر تبعه 2 مليمتر، هل ما زلت بترسمه خط ولا بترسمه 3D؟ 3D برسمه. إذا معنى ذلك الآن قضية الموديل، قضية الموديل للستركتشر إليمنت اللي عندنا يعتمد على مين؟ يعتمد على الدايمنشن. بمعنى إذا كان عنده 1 dimension أعلى من الـ other 2 dimensions بنسميه 1D، زي البيم، زي التراس، زي الكيبل. يعني كيبل طوله 5 متر وسماكته 4 مليمتر. هلأ للـ 5 متر للسماكة 4 مليمتر وإذا بتكون constant من أوله لآخره I can neglected. على كل حال الآن ليش بحكي كل هذا الحكي؟ إنه أنا وياكم لما نروح لما يسمى degree of indeterminacy كل هذا الكلام اللي أنا شرحته اليوم بدي أستخدمه، بدي استخدم كل اللي حكيناه اليوم. خليني انهي بهاي الـ هذا هو اساس الديزاين. كيف يعني؟ يعني انا شكلت ستراكشر سيستم، شو معناها؟ وانت قبل ما بدك تعمل تحليل للمبنى بدك تحط بيم وكولوم وعقدات وتنقل الحمل، كل هذا الكلام بده يكون جاهز معك. يعني انت الستركتشرال سيستم اللي عندك معروف. طيب هل الستركتشرال سيستم حملته اكشن اعطاك فورس وديفورميشن اللي اخذناه في الاستاتكس واخذناه في ستركتشر واحد للديتيرمينت كيس؟ طيب هلا الاصل اني انا اختار ماتيريال ستيل كونكريت اي نوع ماتيريال بدك اياها، شو اعمل؟ اركب. شو يعني اركب؟ كونستراكشن. والله اذا كان حديد يا اما بدك تشبكهم في بعض الاليمنتس عن طريق براغي او بدك تلحمهم للحام، هذه اسمها كونكشن. اما كونكريت خلاص بنصب مره واحده جزء من الكولوم وجزء من البيم فبيثبتوا مع بعض على اساس انه الكونكشن بيكون. الى الان انا صار عندي المنبر والكونكشن، بعد ما ركبهم مع بعض صار عندي الاستراكشرال سيستم. الان اذا انا بدي اسيطر على الاستراكشرال سيستم كله، مش لازم انا اسيطر على المنبر لحاله الكونكشن لحالها والريستريكشن لحال. اذا انا الان بعد ما خلص الاستراكشرال سيستم، بعد ما خلص التحليل بدي ارسم بيندنج مومنت دياجرام وشير فورس دياجرام لكل منبر لحال. يعني انا لما بدي اصمم البنايه برسم بيندنج مومنت دياجرام لكل البنايه ولا برسم بيندنج مومنت دياجرام لكل منبر لحال؟ كل منبر لحال. منيح. إذا أنا سيطرت على المنبر لوحده معناته أنا سيطرت على كل المنبرز، مظبوط؟ صحيح. بعدها أنا شو بقول؟ بعمل تشيك للكونكشنز إذا كان كونكريت، وبصمم كونكشن إذا كان ستيل. على هذا الأساس لما بتأخذوا كونكريت بتصمموش كونكشنز، بتصمم منبرز، لكن في الديتيل بتكون حاضرة الكونكشنز. هلا في فيش شابتر اسمه كونكشن ديزاين في الكونكريت، لكن في شابتر اسمه كونكشن ديزاين وين؟ في الستيل. في الستيل. على كل حال واضحه الامور انه رجعنا لنفس الموال سترينث ستابيليتي ستيفنس ريجيديتي او ستيفنس تفركش. بالتالي سترينث ستابيليتي ريجيديتي لمين؟ للممبر الكونكشنز. بمعنى انه انا اذا انا بدي اصمم صح معناته انا بدي اتحقق من كل منبر لوحده انه لازم يكون ستيف وريجيد، سوري ستيف وستيبل
وسترونج في نفس الوقت والكونكشن تكون نفس الشيء. الآن كل هذه المعلومات بدي أستخدمها الحصة الجاي لهذا الكلام. خليني أنا لا طبعاً والحصة الجاي بعد ما أخلصها بنزلكم إياها على لهذا الكلام. دكتور في مجال تنزلنا السلايدات بعد ما أخلصها بعد ما أخلص السلايدات بعطيك إياها دكتور. المحاضرات المسجلة طبعاً بدي أنزلكم إياها إن شاء الله بنزلكم إياها مع بعض. اليوم بنزلكم المحاضرة السابقة زائد المحاضرة هاي بإذن الله.